الراهلي كيما قال كيما قال دحنا الحراشي الله يرحمه الله يرحمه قالوا كيفاش صغري جيش فقير وطني غالي ما يفلح. هذه اغنيه غناها ضد الاستعمار الفرنسي مازالها لازم نغنيوها ضد الاستعمار الداخلي اليوم هذه العصابه اللي رايحه تبدل البلاد. دونك نقول لرؤساء البلدات هذه لازم تكونوا لقدام وما تخافوش ما كنتوا في فلان ولا في فلان دين. انا وقت الاستقاله وصلت انا دروك لازم نكونوا مع الشعب كمناضل سياسي. نقول للجزائريات والجزائريون لا بالك بالك سياسة تفرق تسود. راني نهضر كقبايلي بلاد القبايل ما يفرقوناش. القبايلي يغنيو بلاد بلادنا نديرو رينا يغنيو كليتو البلاد يا سراقين. دوك ما لازمش نطيحو قضية الأمازيغية. نقولهم اشكا كل مره يكون عندي يعني مناسبه باش نهضر ما تخليوش القبائل يحتكروا القضيه الامازيغيه. القضيه الامازيغيه قضيه شمال افريقيا قضيه هويه هذه الفروغ منها. دونك ماشي هذه اللي تقسمناها هذه اللي تلمنا. والعالم هذا الامازيغي هو عالم مصر وعالم ليبيا وعالم تونس وعالم 11 بلد امازيغي شمال افريقي. هاو واش نقولهم؟ دونك الجزائريات والجزائريون نقولهم لازم ننظموا رواحنا، لازم تنظيم ذاتي، لازم تسيير ذاتي لشؤوننا، ما نستناوش من الحكومه هذه، من العصابه هذه، من الرأسماليين البرجوازيين هذا اللي يخدموا مصالح امريكان، مصالح فرنسا، هما ولاد فرنسا، خدموا مصالح الترك، مصالح السعوديه والامارات والروس والشنوا. دونك هذه لازم حنا اللي نضمر وحنا حنا اللي نسيرو كتسيير ذاتي وتنظيم ذاتي ونروحو. والحل ماشي رئاسيات، الحل هو مجلس تأسيسي سيد. باش نوصلو لمجلس تأسيسي سيد لازم نضمر وحنا في الدشاري في الحوامي في المصانع في الجامعات ونعرفو كيفاه نمشيو. واش هو النظام اللي رانا كرهينو؟ واش هو النظام اللي حبينا يجي؟ واش هي الجزائر تاع الغد اللي حبينا نبنيوها؟ دونك لازم النقاش على المستوى التحتي، على المستوى يعني القاعدي، لازم نناقشوا، نهضر على كل شيء، على المدرسة الجزائرية، على الاقتصاد الجزائري، على الفلاحة الجزائرية، على السياحة الجزائرية، على العلاقات الخارجية تاع الجزائر مع الآخرين. دونك لازم تولي السيادة للشعب والشعب يقول لك أول نوفمبر الشعب يقرر ونديو الاستقلال. بس الاستقلال تاع 62 خرجنا استعمار واحد اخر هو ما خرج حتى خلى النفوذ تاعو حتى خلى الاستعمار الداخلي. دونك انا نقترح ماشي مسيره نروحوا للجزائر الصباح نولوا العشيه. لازم اليوم وصلت الوقت باسكو الاولويه الانتخابات هذه ما تكونش العصابه هذه اللي دارت يعني الملفات تاعها الترشيحات تاعهم باش يجيو هما يوليو رئيس نتاع الجزائر تاع من؟ تاع الشعب. الشعب راه في الشارع. الشعب قال لك ما كانش انتخابات. الشعب قال لك تنحوا كاع تروحوا كاع هذا هو. دونك الاولويه نحبسوا الانتخابات. ما نحبسوا الانتخابات وهذا النظام نطيحوه لازم نروح مسيره على الجزائر. يعني نطلعوا المراديه نجيو من تندوف من اليزي من طرف من جايه كل ولايات تبدا تفهموا يوم واحد نبداو نروحوا على رجولنا نروح على البعير نروحوا في لي بوس يعني الحافلات البوابر لي زافيون سور الجي. نقولوا لهم الشعب هاو جاي روح هز روحك وروح روحوا. تحبوا تروحوا لسيادكم لفرنسا روحوا. تحبوا تطيحوا نفوتوكم في لا جوستيس بوبولار يعني هذه. وهذا هو الحل الوحيد. الحل الوحيد هو الشعب يتلم ينظم روحه نوجدوا رواحنا ونروحوا المراديه ويروحوا. نحيوهم ولا يحنحيونا مي هما ما يقدروش باسكو حنا ملايين وملايين الجزائريين. هما عصابه قليله تروح وتهناو
4 hoor. Hoe is dat 0-4? Fala, filão, o que é a cor dela, senhor? Mas como é que vai ser? O que é a cor dela? Não mais nada. Se é que é, ele me ouve na rede de caron, mas que te lê, raia, de pé a piu e é de nessa lá, o iraian, se não te lê, é te lê, o tu sina lá, para que é tipo lá, o brinde, né, da chum, em que caração, ele me ouve no gay, deixa que é, me ouve no gay, me brana, no filme do ahim, é, né, é, me acabelhando, ما قبل الكومونيكي دخلنا كي لو 2 جانفي نعاود غاس مواد افريل نعاود غاس او نسيت قرا غا كاي هاتا كومونيكي تيك دو دي تنسيري تمك دي تاغر فرانس دونك ريبوبليكا جي ديموكراتيك بوبولير ولايه مال بكاي دايره نمبر باش لا كومونيكي باش كومونيكي رابيل سيتي رابيل كان نيغوت Le dimanche 14 avril 2019, nous avions confirmé notre plein engagement dans le mouvement populaire de la révolution sociale, démocratique, culturelle et identitaire en cours en Algérie. Aussi, l'Assemblée populaire communale de Barbache a rejeté catégoriquement les prétendues élections présidentielles du 4 juillet 2019 annoncées par Salah. Vous voyez, j'ai rappelé, venez de Nakhdam par rapport aux élections du 4 juillet. Maintenant, pour demain, le 12-12 ayant été donné, et d'ailleurs, le moyen 12, le gars de Salah Sarbatis, cet engagement non seulement reste intact, mais se radicalise davantage, puisque le pouvoir de fait, il y a l'armée en Algérie, radicalise son mépris envers son peuple. L'annonce de la tenue des présidentielles du 12 décembre 2019 est une vraie déclaration de guerre contre ce peuple. De la guerre, ils nous ont annoncé la guerre. Un jour, c'est la guerre, qui n'est pacifique, mais la guerre. De ce fait, nous rappelons au personnel communal, secrétaire général chargé du bureau des élections, etc. Donc, il y a un instant où il y a une. Secrétaire général, qui qu'elle, et l'ordonnateur. Qui s'est suivi de la حتى يتنحى بدوي بن صالح وشرطي يتنحى